وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات صوت المظلوم، الأخت ديالكم نزهة العلاوي. يلا عاد دخلت، بغيت نشارك معكم الفرحة ديالي. من 5 الصباح يلا عاد دخلت الفاس، عاد دخلت للدار. انا وفاء كنحبكم والله الا من قلبي وحق الله العظيم، ولكن كانت اليوم واحد المفاجأة. شي ناس تشرفت بمعرفة ديالهم وشتهم اليوم في الرباط، ما تطيحش على بالكم. يلا طلعوا ديروا لايكات، طلعوا هذا اللايف. اللهم امين امين 17، اللهم امين. سلموا على الناس بعدا، هو الاول تتبعين ديالي الغزلان، توحشتكم والله الا توحشتكم، ولكن للضروره احكام. انا ما تنساليش باش ندير لكم اللايف، انا عندي ملفات خارج فاس، عندي مشاوير ديالي، عندي بزاف ديال الحوايج، يعني ما يمكنليش نجلس نقابل القناه. ملي كتيح ليا الفرصه كنلقى الوقت راه كندير لكم اللايف. تحياتي للجميع، جميع المتتبعين ديالي الغزلان. ماما جلالي تحياتي ليك، كارينا تحياتي ليك، صفوان برو تحياتي ليك، زكية وجدة تحياتي ليك، أمينة الفيلالية تحياتي ليك، دافيد سبيارت تحياتي ليك، ماربين تحياتي ليك، ماريبين، أم أنيس تحياتي ليك، كاب تحياتي ليك، تي نبيل تحياتي ليك، وفاء وفاء تحياتي ليك، خميسية إزيكي تحياتي ليك، نجاة فضولي تحياتي ليك، أمين 17 تحياتي ليك. اليوم كان يوم حافل في الرباط، حيث لقيت شي ناس في الدار يخدموا محمد الخامس. انا ما كنعرفهمش، ولكن هما كيعرفوني، جاو سلموا عليا وقدموا لي راسهم وخير ديالهم سابق. اهلا اهلا بجيني جود، اهلا بالكوكوة ديالنا اليوم، تم تكريمي الحمد لله. اهلا زكية وجدة. ومن بعد مشينا ادينا الواجب في الدار حد محمد الخامس، لقينا شي ناس تما جاو من فرنسا، وكان نفسي نشوفهم مباشرة، وربي حقق الأمنية. ما طيحش على بالكم شكون اللي شت اليوم في الرباط. شكرا أمينة الفيلالية، شكرا لكم. أنا لا تكرمت، تنتو ما تكرمتوا معايا، ولا نجحت بالفضل ديالكم بالتشجيع ديالكم، ولا طلعت قراض بالفضل برضو ديالكم بالمساعدة ديالكم وبالتشجيع ديالكم، لأن نزهة ديالكم ماشي ديال شي حد، ديال صوت المظلوم، اي واحد مظلوم انا ديالو
الحمد لله اللهم لك الحمد. عيو ما يضربوا فيا، عيو ما يسبوا، عيو ما خلصوا عليا فلوس صحيحه باش ياديوني، وانا ديما ربي تيطلعني الحمد لله. ولكن عرفتوني شكون اللي شت اليوم، ما طيحش على بالكم. اكرم مرا شتها في حياتي، ما كتعرفنيش، عام الاول صيفطات لي العيد من فرنسا، قالوا لها نزارة ما عيداتش، وانا كانت عندي الوالده يلا خرجت من لوبيطال، يلا دارت العمليه الثانيه، يعني ما يمكنليش انا نعيد. ولكن هي ما دازتنيش، وخا ما كتعرفنيش. اليوم لقيتها في الدار حد محمد الخامس، حتى هي جايه تادي الواجب ديالها. يلا طلعوا هاد اللايف وتعرفوا شكون. اختي مونيا الجديد نهار 3 غادي يكون ان شاء الله، نهار 3 غتعرفوا الجديد، لان انا عطيت شي ما قضيناه، الا هضرت شي ما قضيناه، راكم عارفين الخبر راه في راسكم. المهم 3 سينو المفاجاه ان شاء الله اللي غتكون ان شاء الله شاخده غتكون. اللهم امين امين. 17 شكرا لكم. مشيت رسميه اليوم. ضروري ضروري، لان الناس كبروا بيا، وغنحط التصاور باش تشوفوهم، عيا غير نتوصل بيهم، لان كانوا الصحافه، كانوا بزاف ديال الناس هما اللي يتكلفوا بالتصاور، لان انا ما عنديش كي ندير نصور ولا هذا، راكم عارفين. ولكن كل شيء غادي يوصل ان شاء الله، يا اليوم بالليل يا غدا، وغنحط لكم كل شيء، وغادي تشوفوا نزهه اختكم امكم كيما حسبتوني. لا فرحت انا بحال فرحتوا حتى نتوما، والفرحه ديالنا كاملين الحمد لله. اللهم لك الحمد اللي ربي تيعطي كل واحد على قد افعاله، الحمد لله اللهم لك الحمد. انا كندير غير الخير، كنمد يدي غير في الخير، وربي ديما كيجازيني الحمد لله. عياو عياو ما يديروا، عياو ما يضروني، عياو ما يطيروا، عياو ما نيطو مني والو، دخلوا من لينا وخرجوا من لينا، وانا ديما ربي معليني. علاش قلبي طيب، وربي كيجازيني على الطيبوبة ديالي الحمد لله اللهم لك الحمد. وعليكم السلام اختي مرجانة. ولكن اليوم اللي شتو ما غتيقوش شكون. ان شاء الله كل شيء غيتحقق بقدرة الله، ماشي بقدرة العبد ولا قدرة شي حد. اي حاجه في دماغكم راه في دماغي، ولكن الهضره ما عندنا من نديرو بها، حنا خصنا الفعل، ما اجي فم مطلق بلا 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 بلا، عندنا من نديرو بها. واميم طون ولاو حاضين معانا، يعني الى عطيناهم داك الطعم تيزبقوا ويقادوا المسائل ديالهم، حنا ما غنرميولهمش الطعم، غنخليوها لهم مفاجاه ان شاء الله بقدرة الله. لا اختي عيشة الله يرضي عليك، الله يطول لكم العمر. انا غنقول لكم شكون اللي تلاقيت، شكون اللي جات عندي، انا ماشي انا ما كنعرفهمش، وشكون اللي عنقت فيها وبستو باستني وعنقوا فيا حتى هما جاوا، لان الذكرى ديال جلالة الملك الحسن الثاني الله يرحمه والله يغرس عظامه في الجنة كانت البارح، واليوم كان الضريح عامر الشرفة، عامر بالناس بالمسؤولين، يعني كنا تحنا فرد من دوك الناس، مشينا لبينا النداء. اللهم امين ادم سيمو، اللهم امين. اوكي يا ام انيس راكي فهمتي الدق والسكات، ما بقيتش انا كنعطيهم شي معلومه ولا كنعطيهم شنو كاين، حتى تنفاجئهم حتى تنعطيهم للراس.
يلا طلعوا دغيا باش نقول لكم شكون اللي تلاقيت. ما غتيقوش والله الا عنقت فيها وبست. اكيد اختي عيشه، اكيد اكيد، ولكن ملي غنحط لكم تصاور وتشوفوا شكون غتعرفوا زاعت القيمه ديالها شكون. عاني وصلوني التصاور وتعرفوا شكون، يعني فضل ديال الله ورضا ديال الوالدين، التواكي يلعب دور كبير، والدعاوي ديالكم الحمد لله، اللهم لك الحمد. شكون؟ هذاك ما تسمعوش ليه داك قيلوش. شوف هادشي راه دوزتوه في مولات خيزو اللي كانت كتخرج عينيها وطرطق، ما انتوما غتشوفوا اش غادي ندير فيكم، ها انتوما تشوفوا شنو غادي يوقع ليكم، وفي الاخر فين هي؟ الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. خليكم متفائلين الخير، خليكم زوينين، خليكم اكيد اخ سي محمد عراش، اكيد مرضي الوالدين ما عمر ربي كيخيبو. يا واد تسمعوا ستين بغيتو تسمعوا المفاجاه، عشتي واحد السيدة كريمة بزاف، كدير الخير بزاف، ماشي غير شوية، جات من باريس جات للمغرب. كلنا ننتظر يوم الثلاثاء بفارغ الصبر، كلنا ننتظر. اهلا الاخت ايمان، اهلا. حيت حتى هو نهار الثلاثاء راه عنده جلسة في الابتدائية، حنا عندنا في الاستئناف، هو عنده في الابتدائية، هو عنده في 9 الصباح، حنا عندنا مع 11. ما بغاوش يديروا لايكات باش نطلق لكم السخون. شوفوا تصوروا من 5 الصباح وانا واقفه عاد دخلت. اكيد ليلى دركوي دركاوي، اكيد الله مع الحق، اكيد الله مع الحق، اكيد حاشا واش كيظلم الله شي حد ولا ما كياخذلوش حقه ولا بزاف د الحوايج. اكيد اكيد الله اسمه الحق العادل الحق. سخنا مولاي يعقوب. يلا واديروا لايكات اصحابي، واش تي كاع ما بغيتيونيش كاع. اكيد نحن صامدون، حنا ديما صامدين. ملك العجاله من الشيطان والتاني من الرحمن. اهلا الاخت ريم ريم، اهلا. اهلا الاخت خديجه كازا. دابا هما ما عرفتش انا شكون اللي ضحك عليهم، شكون اللي عطي لهم الامان، شكون ورا جريمه قاتل هادي وعباد الله، واش ما بغيتوش تدخلوها في دماغكم؟ سيده مقتوله بفعل فاعل بالسم بالتدريج، وغير داك الضرب وغير داك الاصابات والجروح.
أكيد بالنيس خديجة. شكرا أسيا أكادير، شكرا لك، الله يطول لكم العمر، الله يحفظكم ليا كاملين. أهلا نزيهة شانيل. اليوم تلاقيت واحد السيدة من باريس، جات حتى هي للضريح ديجا فرونس، اللي كتعرفوها وي في الضربة. فيه الإصابات وفيه الجروح وفيه كتعرفوها، وهي اللي لقيت في الضريح، جات من فرنسا، جات تأدي الواجب مع الشرفاء العلويين. لا ماشي ماركيز، كازا. انا مدام كازا، راكي غلطتي، ماركيز غالية، انا غير كازا. خليوها، خليو داك المسخ هذاك، شوفوا غادي يكونوا فو كونت، غيكونوا غير هما محدكم نتوما كتقولوا هاد الهضره، نتوما كتغرقوا داك اللي قالها، سمعتي؟ انا ما غندوزهالوش، الا ما خديت حقي بالقانون منه، غير زيدوا كتبوا وزيدوا عايروا وزيدوا، لان انا عارفه راسي الحمد لله. ملك ما يهزك ريح يا جبل، ما يهزك ريح، هذاك اللي فيهم هما كيردوه في سيادو. اليوم تلاقيت ديجا فرونس في ضريحة محمد الخامس، وتعانقنا انا وياها، وكانت بداو يخرجوا الناس شي خروج شي هضوره، يا كحله هي دايره يا منضب الزين، طوله وتجريده والزعوره، يا منضب الزين والنور عليها. تعرف شنو النور؟ النور ديال الله عليها، علاش كدير الخير حتى ديك السيده؟ ما عندهم اختي ملكه ما يخرجوني من الموضوع، هادوك غير هما، ولكن محدهم كيكتبوا ديك الشيء وانا غنزيد نغرقهم باش نوريهم انا ماركيز كي دايره، وكازار لا ولات كتكمي كازا. حنا نشوفوا هاد الشيء ديالهم، داك السيبه اللي سايب داك السربي هو مول هاد الهضره، محدكم كتكتبوا كتزيدوا تغرقوه، سمعتوا؟ كتزيدوا تغرقوه، كوغي خليتيوها ما محيتيوهاش وسكانيتها. وي هي هذيك اللي كتكون معاه، وي دوك راه العصابه ديالهم دوك الحوتالات. بالنسبة اختي ايمان، بالنسبة للطبيب نفساني، كاين السبيطار داك بالحسن فيه اطباء نفسانيين، الا بغيتي تمشي ديال الدولة، بغيتي تمشي للبريفي كاينين، كاينين عاود من الصحات كاينين بزاف. وي اهيبه فدوى، وي وي عام الاول كانت صيفطات ليا العيد، عام الاول ما كتعرفنيش، ما عرفتش شكون اللي قال لها عليا وصيفطات ليا العيد. عندك السيده بعيده علينا، ما ضرتنا ما والو،
ديروا لايك كثر كيضربوا اللايف الله يرضي عليكم. وي اخا ديجا كازا وي 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 اختي بالنيس باش انا ما بغيتش نهضر نخليهم 10 يزوب و10 يحطوهم حتى نهار الثلاث حتى نهار اليوم الموعود. واختي فاطمه الطيبي جات عندي انا ما كنعرفهاش وقدمت لي راسها وهي ديجا درت واحد البليزير من درت واحد الفابور فيا واحد الخير وما كنعرفهاش وما كتعرفنيش ولكن هي كتعرفني وتعانقنا تبوسنا انا وياها درت لي لا علاقه مع اللايف شافتني على المباشر شوف نقول لكم واحد الكلمه شي تكون مع قلوش ولا تكون مع شي حد ولا داكشي شغالهم حنا الملف ديالنا حنا ماشيين فيه ما غيدخلنا فيه حتى شي واحد سلام الله ضروري يكون لان يعني داك السيده خيرها سابق ولكن واحد الانسانه جات عندك واساتك سلمت عليك ما يمكنلكش ما تسلمش عليها وانت ما كتعرفيهاش وهي عارفاك ودخلت شافتك اه يا العلوين زايا العلوين زوجت عندي وفرحات بيا لكن انا كنت مشغوله ام طوم يعني معايا الوفد ما يمكنليش نخلي الوفد قلت لهم بغيتو تساينوني حتى نساليو حنا تعطلنا تعطلنا بزاف ماشي غير شويه اكيد الثقه صعيبه ولكن الانسان يفوض امر الله وما يديرش الثقه بزاف في اي واحد لان راني تصيدت انا في قنيطره بالسم اللي كانوا عطاوني يعني هذاك درس خديته والاحتياط واجب يعني ما يشرب معايا حد ما ياكل معايا حد ما يجلس معايا حد سالينا داك الهضره الا مول القاصح لان داك مول القاصح كيحسبني اختو الكبيره وكيحتفظ عليا وحاضيني وبزاف د الحوايج ما عمر شي حاجه وقعت ليا وانا معاه. وي اختي ام راويه وي وي الحمد لله الحمد لله الدعاوي ديال الناس رضات الوالدين الله تيحضي وراني في القبر داك السم اللي تعطالي لان انا ما عرفتش تسرح ليا في العروق هيا شوفي داك مسكينه داك تسونامي هيا شوف الزاج مطحون اللي عطاوها بقى الضعاف الضعاف داكشي اللي وقع لي تاني بقيت نضعف نضعف وكحاليت اللي كليته كانت تقيه ولكن عالجتني واحد السيده اللي طول العمر الفضل كيرجع لي الله بعدا هو الاول والدعاوي ديالكم ولديك السيده وخا فقدت الامل ولكن الامل بالله كبير الحمد لله الحمد لله ولكن الدرس بنادم كيستوعبو مره واحده ماشي ديما غيبقاو يضحك عليك بنادم ولا غتبقى تصيد ولا صافي سالينا وقع اللي وقع العطب وقع ما حضيناش راسنا درنا الكونفيونس من الناس مره اخرى ما غاديش يكون اكيد نخدمو في السر كنغدقو السكات قرا تمازيغت
واختي اسماء كوني هانية، كوني هانية. ما لقيتهاش، ما لقيتش انا رجعت. ومراوية كوني هانية. ما عمري بعت انا الضمير ديالي ولا الملة ديالي، كونوا هانيين وإلا ما غنكونش أنا الصوت المظلوم. وي أكيد الحاضر ثم الحاضر، ربي تيحضي. ما لقيتش التعليق ديالها ديال التمازيغ، تعيت ما نقلب ما لقيتوش. وي راني سقت لي الخبر ديال مول القاصح كيهددوه في راسي، يمشي يحط شكايه بيهم ما يخسر والو. حميد راه قاد بيهم، سمعتي حميد قاد بيهم، قاد بعشرين واحد كثر منهم، هادوك فيهم غير الفم. وي اختي نجات عنده هو جلسه في المحكمه الابتدائيه ماشي معانا حنا، حنا عندنا الاستئناف هو عنده الابتدائية. ديروا لايكات راه كيضربوا لنا اللايف. راه كيضربوا اللايف. داكشي اللي كان اختي نعيمه اللي زاغ عليك واللي يسبك واللي ضرب فيك واللي يهددك، راه كاين القانون في البلاد، راه ما عندناش الفوضى، ما عندناش الفوضى. والا شي غيبدا ياكل شي. ام انيس الله يرضي عليك، هاد الهضره انا ما تقولوها ليش بعدا، انا بالاخص انا، لان انا عارفه اش ندير وعارفه شكون اللي معايا، واللي بغى يجي عندي يجي مرحبا به مرحبا به، لان انا ماشي دابا وحده ساهله ليهم ولا شي وحده عاديه ولا عجب شي لشي. وي في نفس النهار، غير هو في الابتدائيه حنا في الاستئناف. كاين القانون في البلاد، ما كايناش الفوضى باش تعرفوا شنو كاين. ما عندناش السيبه، ما عندناش اجيه في مطلق اللي اداك ما ديرش بحالو، ما ديرش بحالو، هز سير حط وحط، وماشي تحطها وتمشي بحالك، تابعو تابعو.
عنده ديك الشكاية اللي كنا حطينا به ديال الضرب في القضاء، وعنده ديال الخيانة الزوجية. اللهم امين. عطا مازيق راه كاين، شوف كاين غير الخير. وي اختي فاتحه رجراجي في الابتدائيه عنده مع 9 الصبح، حنا عندنا مع 11 في الاستئناف. ولكن انا غنكون تم وي غتكون الاستاذه حاضره. غتكون فيهم بجوج حيت هو ديالو مع 9 الصبح، حنا حتى ل 11 ونص عاد تبدا. ويا ام انيس وي اختي نعيمه غتكون مع العائله ديال المرحومه. وي لان هي المحاميه ديالنا. هما مطلوبين بثلاثه. لا لا حفيظه ان ال، لا لا هو قلوش عنده مع 9 وحنا اللي عندنا مع 11. شكرا اخويا العربي ميسي الله يحفظكم حتى نتوما الله يطول لكم العمر. ويا اختي فتيحه غادي تجي وضروري المحاميه غتكون حاضره معاهم. وي لي دو شو خا يمسح الفيديوهات، كلهم مسجلين، كلهم كاينين، وكلهم راه عندهم. سمعتي اي فيديو راه عندهم بلا ما يحتاج عاد يمسح، كل شي كاين. دي راه غير زوينه. ختي تمازيغت مازال انا عاد غندير طلب ديال الخبره الطبيه باش غنعرفوا شنو كاين. شتي فاش طلعت انا الفرقه الوطنيه ديت معايا فيديوهات وديت مسائل، لقيت كلشي عندهم وحق الله العظيم جاتني الضحكه. اي حاجه كانوا نجبدها له كنلقاها عنده. ملي نقول لكم انا شي كلمه سمعوها الله يرضي عليكم، كلشي عندهم، حتى حاجه ما خافيه، كلشي مسجل، كلشي عندهم حرفيا. خليه يمسح، خليه يمسح. لا راه غادي نطلب الخبره الطبيه، انا ضروري غنطلبها، ضروري غنطلبها، بغينا نتاكدوا واش هي فري اللي ولدت ولا واحد اخر، ما نخسروا والو. لان هي الى عقلي نفتي فلت فاش مشى الزروالي لتما كتضرب بها الكرشه طرطقات لها السقيه، والمره اللي ملي كطرطق لها السقيه يا اما كتولد يا اما كيموت لها داكشي اللي في كرشها، لان كينشف الماء اللي كيكون فيه كينشف. كيفاش انت شهرين باش طرطقات لك السقيه وانت مازال كدوري ومازال كتحنقزي؟ بغينا نقطعوا الشك، ما غنخسروا والو. هادشي كله ان شاء الله غدا غيكون واجد
وغنكملوا الاثنين باش ثلاثه يكون كل شيء معايا ان شاء الله. شي شغالهم الا ما جاوش غيديروهم في الروشيرش، اللي ما جاش غيدار في الروشيرش، الا لا الا داروا شهاده طبيه ولا شي حاجه اخرى. وي ام انسه انت عرفتي شنو كاين؟ يلا ها ما بغيتوش تطلعوا هذا اللايف. يا شتي يلا 170 هتوحشتونيش. والله العظيم تنهضر معاكم وحق الله العظيم، ديت لهم انا شي فيديوهات لقيت كل شيء عنده، يعني غاتعذبت ملي كنقول لهم واحد الفيديو ها هو شوفوا شنو كاين كيجبدوه لي عنده. ان شاء الله اختي ايمان ان شاء الله يتحقق لك الرغبه ديالك والطلب ديالك ان شاء الله. وانا اليوم راه كنت في الرباط مريبين، اليوم كنت في الرباط كان عندي تكريم وكان عندنا المسائل ديالنا الهيئة أي رئيس المغرب كله رؤساء المغرب كلنا تجمعنا مشينا للضريح ديال محمد الخامس الذكرى ديال وفاة ديال سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني الذكرى ديالو، مشينا كاملين ادينا الواجب. عارفين عارفين حرفيا شكون. اللهم امين اختي ام راوية، الله يرحم سيدنا الحسن الثاني والله يغرس عظامه في الجنة والله يطول في عمر سيدنا حبيب الفقراء محمد السادس امير المؤمنين، والله يحفظ لنا ولي العهد مولاي الحسن والأميرة الجليلة لاله خديجة وجميع الأسرة الملك العلوية، الله يحفظهم لنا والله يخليهم لنا. وشعارنا الدائم الله الوطن الملك، الله يحفظ لنا سيدنا الله يخليه لنا تاج راسنا. ويلي انا ماشي غير بكيت، انا عرفتي شنو درت عليه؟ الله يرحمه الله يرحمه، كل شيء بكى عليه كل شيء. الله يرحمه والله يغرس عظامه في الجنة والله يلحقنا به مسلمين، والله يحفظنا سيدنا أمير المؤمنين الله يحفظه لنا والله يشافيه لنا والله يعطيه العز والنصر تاج راسنا. حبيب الفقراء هذاك سميتو حبيب الفقراء. واختي ايمان وقلنا لك كل شيء عندهم والله العظيم كل شيء عندهم، ديرها غير زوينه غير اللي بغى يغطي الشمس بالغربال، ديرها غير زوينه في هذا الوقت. وبالاخص دابا هذوك راه الفرقه الوطنيه، وما ادراك ما الفرقه الوطنيه، وانا انا وجابوا الحاله المدنيه ديالي شكون انا وش ندير وشنو عاد عيطوا لي. شوفوا نقول لكم
ختامها مسك، كونوا بالنسبة للملف كونوا هانين، كونوا هانين. هو ما عمرو اعتبر دوك البنات باش غادي عادي يولي يحن عليهم ولا يرأف بيهم ولا يكبر ليهم ولا يكسيهم ولا ولا، هو ما كانش معترف بهم لا هما ولا امهم البنات بجوج. على ما بان لي هو عنده مع الولد، هو الولد يلا كيخلق دار له قناه، انتم شفتوا السبوع اللي ما عمرو سبع البنات بجوج، كان كيدبح لهم غير في الروج وداك الدهصه ولا الدم ديالهم اللي كيديروا المدهوصه. ماشي مرات خوه، مرات ولد اختو زهرة اللي مضروب بعشر سنين. والمهم شوفوا للحديث بقية، دابا الهضرة ما عندنا ما نديرو بها، لأن غادي نتاخدو شي إجراءات جداد غادي نديروهم إن شاء الله، وغادي تعرفوا شنو كاين، لان انا ما يمكنليش نهضر ولا نقول شنو غندير ولا شنو غنفعل ولا شنو غادي نترك. وي دابا شي كل واحد شنو تايقول. بعد اسبانيا ما كايناش، لان داروا الفلاحه داروا الدواء حتى شهر 11، حتى شهر 11 عاد كاينه اسبانيا داكشي ديال الفريز. انا سولت واحد الاخ دخل عندنا كافي كريم قال لك سول طقس، قالوا له راه معتقله، الله اعلم حنا ما عارفينش واش معتقله ولا مخبعينها ولا دابزوا معاها ولا جراو عليها ولا بزاف د الحوايج ما عارفينش. حتى دابا نمشيو ان شاء الله ونعرفوا شنو كاين. وهي دخلت عليهم باركه مسعوده قدامها من حسين الله يستر. وي غير هو اللي ولد في وسط ربعه د البنات، هو بوحدو اللي ولد في وسط ربعه د البنات. شوفوا نقول لكم واحد الكلمه، اي ام تكون عندها ولاد عزاز كثر هي اللي كان ولد واحد في وسط ربعه د البنات ديما تيكون فشاش، تيكون داصر على الام ديالو، تكون عليه حنينه واخا يدير فيها اللي دار، الله يسمح لنا من حق الوالدين. ولكن باش تشوف شحال من مصيبه دارو، كان كيتكرفس على المرا والدبازات والضرب، وكل ساعه كانت كتغضب وتمشي لدارهم، كانت كترضى ما كتقول لها الحمد لله وصبري على بناتك تقريهم بعدا. ولكن ما كانش خاصهم يردوها، ملي شافوها مره الاولى ومره الثانيه ومره الثالثه غضبت وجات، كان توقع الغلط، توقع الغلط، هذا هو المشكل. المراه اللي ما عاشت في دارها مع راجلها بكرامتها وبالعز ديالها غير تجلس معاه، غير تجلس معاه. انا الراجل الاول ملياردير حصلته وعندي الجنازه ديال الوالد، واحد اخر تخلي مو غير حيط دفا. انا هزيت له حوايج وديتهم له اللوطيل، قلت لهم لي تكمل الجنازه بلا ما تهضر بلا ما تكلم بلا ما تفرفر بلا طلق، ما زدتش معاه الهضره. اللي ما يحترمنيش في الجنازه ديال الوالد ديالي ما عمرو غيحتارمني من بعد. تاني عاود زيغوه، داروا به حباب الله وعمروه ما خلوه ما داروا فيه باش يديوه. انا سمحت لهم كاع فيه، مشيت طلقت راسي، ولكن درت الواجب لان زورت له الوراق ما خلات ما دارت، باش تابع قضائيا ضروري حطيت المسائل ديالي وديك ساعة تديه. وهي ما يمكنش شي ام تسمح في ولدها الا كاينه شي حاجه، داكشي راه عندنا ام راويه راه عندنا 514 546. الو
وعليك السلام الأخ الكريم. مرحبا مرحبا، الله يطول لك العمر. لا مازال صبر، انا نشعل لك. يلا تفضل. السلام عليكم، والسلام على المتابعين ديالك كاملين. وعليك السلام. وكلنا مرحوم سعاد. أكيد. كلنا مرحوم سعاد. أكيد. على سلامتك، انا من قبل تنسمع لك. على سلامتك، مشيتي في الرباط، مشيتي درتي الزياره للدار تبارك الله عليك، وعلى سلامتك شفتي ناس اخرين، هضرتي مع ناس تبارك الله في المستوى، ناس مثقفين، ناس رؤساء في المستوى ديالك تبارك الله عليك. الحمد لله، الله يطول لك العمر. شفتي الجديد ديال هذيك، ما عنديش الجديد باش ما نكتبش عليكم، الجديد في هذيك الاخت زهره، ان المتابعين ديالهم شهر هما، يا شهر هما تيسولهم فين هي زهره، من 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 الحفل هما تيسولهم فين هي زهره، حتى واحد ما قد يجاوب. حتى النهار غادي نطلع انا وتنفتخر بنفسي كافي كريم الوحيد اللي قال زهره في السجن. فهمتي، انا اللي قلتها على مسؤوليتي وقلت عاد خرجوا همايا. انا اشنو هو، انا راه مجرد متتبع، راه ما عندي قناه، ما عندي شي حاجه، مجرد متتبع، قد يكون عنده الصح قد يكون هرتي هذا. علاش غادي تنوضوا دابا وتجاوبوه اذا القضيه فيها ان، وقالوها لهم الناس في التعاليق، قال لهم علاش احنا شهر احنا نسولوكم، فهمي كيفاش، شهر احنا نسولوكم فين هي المرحوم، فين هي، ماشي المرحوم، فين هي هذيك الاخت زهره، وما جاوبتوناش. حتى طلعوا الطرف الثاني، حتى طلع الطرف الثاني عاد خرجتوا تجاوبوا. واش هي الاجابه ديالكم؟ الاجابه ديالهم مجرد كلام. قال لك غير مشات الحلال عن ضمه، ما كاين حتى شي دليل، ماشي دليل هذا، انا مازال مصر على الكلام ديالي. ومازال حتى نهار الثلاث وغنتاكدوا مزيان فين كاينه. فوالا هذه من جهه، لهذا ودابا هما غبروا، يعني شافوا راسهم تزيروا غبروا. انا بقيت نتسنى التعاليق، هما مكلفين ما تيجاوبوا لا تعاليق، ما تي يتجاوبوا مع التعاليق، قال لك اميين ما تيقراوش. اميين. لهذا قال لك تبع الكذاب وتسال باب الدار. حنا بحال اللي قلتي نهار الثلاث ان شاء الله 31 غادي تكون، راه غادي رسمات في الاخ دري، غادي يجي عنده ناس كبار، يجي عنده وقيل المديمي، ولا غادي يجي عنده شي واحد القنيطره. دونك الدجه تما الناس غيكونوا كثار. لا غادي يجيو الناس، غادي يجيو الناس، انا اتصلوا بيا شي ناس حتى هما غايجيو، وحنا غادي نتبعوا الموضوع. نعم. وغادي نشوفوا المستجدات، وبحال اللي قالوا المصريين يا خبر بمليون بكره يبقى ببلاش. هذيك الاخت حنا غير حنا اللي هما الصناره، وهما يعضوا في الصناره، وخرجوا بعنوان ومديرينها في التصويره. دونك الاخت دابا هاد الاخت زهره اللي كانت تسمعنا، راهم تيتاجروا بالصوره ديالها، تيتاجروا بالاسم ديالها، وتيتاجروا بالولد ديالها اللي تيبينوه في اليوتيوب. واش من حقهم يبينوا ذاك الولد الصغير في اليوتيوب؟ لا ما يمكنش، بدون الموافقه ديال الوالدين ديالو ما كاينش. واه في الحبس سمو ما عرفناش فين هي، ما عندهمش الحق. الناس ما واعيينش، الناس ما تعرفوش شنو هما الحقوق ديالهم وشنو هما هذا. سيري طالبي تنتي، وعلاش في هاد الظروف؟ انا اللي خلاني نشك هو في هاد الظروف الغامضه شدوا ديك الصديقه ديالها، اللي قلت لك صديقه ديالها في الاول شكيت، لان يعني الزوج ديالها توا في السجن، صدق من العصابه ديال هذاك راجل هاد الزهره. وي راه معتقل معاه، بحال كان معاه في السرقه. انا في الاول عطيتها فرضيه، صدقت بصح. لا بنيه وصحتها، كنسولتيني غنقول لك انا شنو كاين. انا في الاول درتيها فرضيه، في الاخر دخلت داروا لها قناه من مور ما غبرات زهره. هي خبرات نهار 29 سبتمبر، داروا لها هي قناه. داروا لها قناه، ودابا انا حاضيها حتى هي، دخلت عندها واحد كونت اخر وهذه وحاضيها. وهذاك ماشي مشكل، تندير انا اساليب ديالي باش نبحث وداك الشيء. ولكن هي حتى هي ما قدرتش تتحرك، حتى هي خدات لوغ باش ما دير والو في القناه ديالها. والقناه ديال انا متبع الام ديالها وديك اخت قيلوش، هذوك هما اللي فيهم الهضره بزاف، اما ما قدوش يخرجوا، ما قيلوش باش يخرج يدير لايف خالتي هذاك راه عاش استعطاف.
استعطاف المحسنات والاخت نزار المدخول ديالهم ماشي من اليوتيوب، راه ما عندهمش المشاهده، المدخول ديالهم مباشر مع المحسنين ديالهم. هذاك الشيء شوف هذاك الشيء انا حطيته، هذاك الشيء انا حطيته بلا شحال من حاجه ما يمكنليش نقول لك شنو كاين المدخول ديالهم فوالا. هذا راح نتبعين الموضوع وحنا معكم الى اخر الملف، وان شاء الله حنا بحال قلتي مع الحق، راكي انت صوت الحق. نعم. وحنا معاك وحنا متبعينكم وتبارك الله عليك اليوم. تبارك الله عليك منورة الله يطول لك العمر. او ماشي راني تكرمت اليوم، اليوم انا غنحط لكم عاد تعرفوا ما نهضرش دابا حتى نحط لكم شكون معاه من كنت. تبارك الله عليك منورة الله يطول لك العمر. وبنت حتى راكي عارف كنت هي امرأة حديدية الله يطول لك العمر، ما غاديش يأثر فيك حتى شي واحد، ما يأثروش فيك يا جبل ما يهزك ريح. انا معك الله يطول لكم العمر. اللي زاغ واللي خرج هذا غادي نوض ليه، وانا عندي القنوات كاملين طيب. شوف انا ما غنوسخش راسي معاهم، اي واحد جبدني ولا دابا حتى انا ما بقيتش داك اللي كيعرفوه هما، اي واحد هاني ولا دار لي تحقير ما غنهضرش معاه، غنهز نحط شي كيت. فوالا تبارك الله عليك، هذه هي المداخلة ديالي والله يا استاذ. عندنا حتى حنايا المشاغل ديالنا والخدمة وبزاف، ولكن تناخذوا الوقت باش نسلموا عليكم. الله يطول لك العمر. انا المتتبعين ديالك شفت الاسم ديالي تكتب في التعاليق، شكرا بزاف وتنشكركم بزاف، وحنا مع الحق وحنا ان شاء الله مع المرحومة. اكيد. وهذيك السيدة ديال زهرة حنا جبد خصنا تبان. هذيك النهار ثلاث غنعرفوا المصير ديالها شنو هو وشنو كاين. المصير ديالها خصها تبان صوت وصورة إن شاء الله. إن شاء الله. وهذه هي هذا هو الكلام ديالي، شكرا بزاف أستاذة. الله يطول لك العمر. مرة أخرى مبروك عليك وعلينا كاملين. الله يطول لك العمر، شكرا لك، الله يطول لكم العمر. شكرا اولادي سر سعادتي، شكرا لكم نتوما اللي تكرمتوا ماشي انا، لان انا وانتوما بحال الله يطول لكم العمر. وي وي الحمد لله. يلا غنتكافوا بهاد اللايف، انا عييت راه من 5 الصباح. يلا نوض نحيد حوايجي ناكل على ما يوصلونا التصاور والفيديوهات، وعاد غنحطهم لكم في المنتدى باش تعرفوا نزا شكون اللي كرمها ومع من كانت وشنو داروا اليوم شنو كاين. وغنطرطق شي عديان، غادي نطرطقهم شي عديان، غادي يسكت لهم القلب هما بالسم ديالهم، وانا ربي كيزيد يطلعني ويعليني. يا حرام ما خليو ما داروا، يا حرام ما خلو ما هبطوا فيا، يا حرام ما خلو حتى شي حاجه اللي ما قالوها عليا وما كيزيد يطلعوني. هذا والله الا جابوا لي الضحك دلك محدوم، وما كيضربوا فيك وكيهضروا فيك وكيهبطوا فيك، وحنا كنطلعوك كراد. علاش؟ عرفنا دوك الناس حقودين ومحسدين وما وصلوش لديكشي اللي وصلتي ليه انت. ايوا فاش بقيتي عيتي وتسجلوا، عيتوا تحطوا، عيتوا طيروا، عيتوا تفرفروا. ايوا هي نزا هي طلعت كراد الحمد لله وتكرمات، ومازال الخير جاي، مازال الخير جاي ان شاء الله بقدرة الله. شكرا اختي ام راوية، الله يطول لكم العمر والله يحفظكم ليا. شوف اي حاجه جاتني ديالكم نقسموها انا وهياكم ضد في العديان، نقسم معاكم. سمعتيو؟ اي حاجه جات بالنص 50-50 والله الا غادي طرطقوا شي بعضين، غير نحط لكم داك الشيء الا ما جاتهم سكته قلبيه. ها انا هما
اكيد مرضي الوالدين عمره ما يخاب ما يخيب. فتيحه جيك اكيد الحمد لله اللهم لك الحمد. انا قلبي زوين وربي كيجازيني على حسب قلبي وعلى حسب الافعال ديالي، وهما غيموتوا بكيدهم وبسمهم وهكاك غيبقاو. وحق الله العظيم واحد المصيبة ما خلت ما بطات فيا مع الرئيس، ما خلت ما كذبت، ما خلت ما قالت. يلا هو كيزيد يطلعني دلا ديك السيده، انا عارفه شنو حط تما. حنا تدرنا عليها لونكيت في المخابرات، مخابرات عدرناها تم. يلا اش كيحرقك، اش كيحرقك؟ ولا عاك ضربي كويس كان بالك فيه مكالية فيا وكل حوايجها عليا. واش هذا تسجلي؟ اكيد اولادي سر سعادتي، دعويد الخير، دعويد الناس، كلشي الحمد لله. تتكون تكوني غاده في الزنقه كلشي كيعيط لك كيسول عليك كلشي كيعرفك. واش كاين اكثر من هادشي؟ واش كاين اكثر من هادشي؟ ما كاينش. اللي كيحبب فيك الخلق ديالو الحمد لله اللهم لك الحمد. يلا متتبعي ومتتبعات صوت المظلوم، اختكم نزهه، تحيه كبيره ليكم، وليلة الجمعة مباركة إن شاء الله. ربي رفعوا معنا كفوفكم، يبين حق المرحومة السعاد في أقرب وقت، والظالم المتعدي اللي ظلمها وقتلها بالمؤبد إن شاء الله يتفضح ويعطيه الله المؤبد، لأن احنا ما عندناش الإعدام، باش ياخذ الجزاء ديالو وترتاح ديك السيدة في القبر. يا ربي الله يعطيه فضيحة الجمعة والناس مجمعة، يا ربي يعطيه فضيحة الجمعة والناس مجمعة اللي قتل المرحومة سعاد البريكي. يلا تحية كبيرة لكم وتصبحون على خير بحال العادة. محل المتتبعين ديالي الغزلان، ديك الاغنيه ديال كيداهم، يا كايدني مبقيتش عقلي عليها. ايوا اه يا كايدني، ايوا اه والله الا ما بقينا نتفرجوا ونكعركعوا ونضحكوا. بقى قد ما فات، بقى قد ما فات، عيتوا طيروا، عيتوا عيتوا. انا بعدا ملي كنسمع شي حاجه كنبقى تجيني الضحكه، لان انا عارفه شنو كاين. يلا باي باي عليكم، ليله الجمعه مباركه ان شاء الله بالخير بالرزق بالصحيحه بالهنا بحق المرحومه سعاد. محاليكم.